جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام، إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام، فالعدل منانا ما بين الأنام لنحيا جميعا في العبادة. السؤال الأول، لماذا خلقنا الله؟ الجواب، خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا، والدليل قوله تعالى في سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله صلى الله عليه وسلم، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، متفق عليه. السؤال الثاني، ما هي العبادة؟ الجواب، العبادة اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال كالدعاء والصلاة والذبح وغيره. قال تعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي يعني ذبحي للحيوانات. وقال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، حديث قدسي رواه البخاري. السؤال الثالث، كيف نعبد الله؟ الجواب، كما أمرنا الله ورسوله، كما أمرنا الله ورسوله. قال تعالى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي غير مقبول، رواه مسلم. السؤال الرابع، هل نعبد الله خوفا وطمعا؟ الجواب، نعم نعبده كذلك. قال تعالى، يصف المؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال صلى الله عليه وسلم، أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، صحيح رواه أبو داود. السؤال الخامس، ما هو الإحسان في العبادة؟ الجواب، الإحسان هو مراقبة الله تعالى في العبادة. قال تعالى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، سورة الشعراء. وقال صلى الله عليه وسلم، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه مسلم. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع التوحيد وفوائده. أنواع التوحيد وفوائده. السؤال السادس، لماذا أرسل الله الرسل؟ الجواب، أرسلهم للدعوة إلى عبادته والنفي الشرك عنه. قال تعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سورة النحل. الطاغوت الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. وقال صلى الله عليه وسلم، والأنبياء إخوة ودينهم واحد،
الحديث متفق عليه. السؤال السابع: ما هو توحيد الرب؟ الجواب: توحيده بأفعاله كالخلق والتدبير وغيرهما. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، الفاتح. وقال صلى الله عليه وسلم: أنت رب السماوات والأرض، الحديث متفق عليه. السؤال الثامن: ما هو توحيد الإله؟ الجواب: هو إفراد الله بالعبادة كالدعاء والذبح والنذر. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، متفق عليه. وفي رواية البخاري: إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد الله. السؤال التاسع: ما هو توحيد صفات الله وأسمائه؟ الجواب: هو إثبات ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة على الحقيقة، بلا تأويل ولا تفويض ولا تمثيل ولا تعطيل، كالاستواء والنزول واليد وغيرها، مما يليق بكماله. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا، الحديث، رواه مسلم. ينزل نزولا يليق بجلاله لا يشبه أحدا من مخلوقاته. السؤال العاشر: أين الله؟ الجواب: أي الله فوق العرش على السماء، الله فوق العرش على السماء. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، طه، أي على وارتفع، كما جاء في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، متفق عليه. والله أعلم.